Bonjour tout le monde. أهلا وسهلا فيكم بالحلقة السادسة من اللغة الفرنسية لغير الناطقين بها للمبتدئين. المرة الماضية أخذنا لمحة كبيرة عن أفعال تصريف الأفعال المرحلة الأولى أو الجروب الأول المجموعة الأولى اللي بتنتهي ER ER بالإنجليزي. اليوم حابب أبلش لكم بإشي كمان ما زال مع المجموعة هاي بعض الشواذ مش كلهم شوي شوي. لكن في البداية حاب أعطيكم لمحة عن بعض الأسئلة المستخدمة بشكل عام باللغة الفرنسية. مثلا إذا بدك تسأل واحد شو اسمك مثلا باللغة الفرنسية، خليني أعمل شير عشان تتوضع عندكم أفضل. عندنا هون مثلا أوكي، عندي comment vous appelez vous، هيك بتنلفظ، هاي معناها شو اسمك او ما اسمك. هلا بحلل لكم اياها بالتفصيل. comment الفعل اداة السؤال، comment معناها كيف اوكي، comment كيف، هاي اداة سؤال تستخدم عن اي شيء بتسال زي how بالانجليزي. vous اخذناها اللي هي ايش، بتيجي معناها انتم، فهذا بصيغة السؤال لشخص ما بتعرفوش، عشان هيك بنستخدم فو من باب ايش؟ الاحترام. أبلي اصلا معناها ايش؟ معناها ينادي. اوكي؟ أبلي بتيجي معناها ينادي. كومون فوز أبلي فو؟ هلا في هون عندنا اثنين فو. هذا أحد الأفعال بسموهم أفعال شخصية أو أفعال منعكسة. حناخذهم إن شاء الله بالتفصيل. ليش أفعال منعكسة أو شخصية؟ لأنه هاي الأفعال بتحتوي على الفاعل والمفعول به بنفس الشغلة، فاعل ومفعول به. عشان هيك يعني هون السؤال ترجمته، يعني نحكي ترجمته الحرفية مش شو اسمك أو ما اسمك، لا ترجمته الحرفية كيف أنت تنادي نفسك أو كيف أنتم تنادون أنفسكم، هذا هيك ترجمته الحرفية. كيف comment اللي هي كيف، فو أنت أو أنتم، أبلي فو بتنادي نفسك، يعني كيف بتدعي نفسك، كيف بتنادي نفسك، لكن معناها إيش بعطي إنه شو اسمك. تمام، هاي هون استخدمنا فعل زي ما حكيت لكم بسموه أفعال منعكسة أو أفعال شخصية. بدنا نأخذهم إن شاء الله بالتفصيل لأنهم لهم تصريف مختلف، سهل تصريفهم بس مرة واحدة بنحفظه وخلاص. هلا هون عندنا الفعل أبلي. الفعل أبلي هذا الانفينيتيف تاعه، خلينا أشيل السكرين عشان تبين عندكم أوضح. الفعل أوكي شكله علق الكمبيوتر. أوكي هلا عندنا هون الفعل أبلي. الفعل أبلي زي ما حكينا بيجي معناه نادي. تمام، وإذا استخدمناه بالمعنى الشخصي أو المنعكس بصير معناه إيش؟ معناه ينادي نفسه، يعني إيش بسمي نفسه. هلا هون الفعل أبلي بنتهي بـ OR. إذا ملاحظين هلا بالسؤال شفناها الـ L وحدة، لكن بالإنفينيتيف اللين، هذا هم المجموعة الأولى بنتهي بـ OR، معناته مجموعة أولى لكن في شوية شواذ فيه. كيف بده يصير؟ بده يصير بما انه بيبدا بحرف عله، بدنا نحذف الحرف العله كالعاده، تصير جبل. هذا لحد الان تمام، اخذناه قبل انه الار نروح نشيلها. مع تو تصير تو، ابل الار بتصير اس، ايل ال اون ابل. تمام، هلا هون معنو ومعفو، هذا الفعل معنو ومعفو اللي هي ايش؟ الاشي الشاذ. هو منتظم او اف مجموعه اولى يعتبر، لكن في زي ما حكيت لكم شويه شواذ. عندنا معنو شو تصير؟ تصير نوزابلون، لكن ايش؟
ال واحدة. إذا ملاحظين أنا عندي هون دبلو ال دبل ال نفس الشيء، لكن مع نو ومع بو كمان هي ال واحدة، تمام؟ فهون هذا الإشي الشاذ بالموضوع إنه إيش مع نو مع بو تصير ال واحدة. ونكمله إيل وإل الجمع أبل، ما فيهاش شذوذ. فالشذوذ فقط مع نو ومع هو. هون الج بحكم التقاء الساكنين حرفين علتة تنحذف، تصير جابل جابل. لما يكون عندي حرفين مع بعض دبل يعني اللفظ ما بتغير زي ما هو. جابل تو أبل تو أبل، زي ما حكينا مع تو الأو ما بصير في إيش التقاء ساكنين. إيل إل أون أبل، تمام؟ إيل أبل إل أبل أون أبل. هون مع إنه ببدأ حرف علة شو بتصير؟ ليزون اللي بتصير حرف الزد. نوز أبلون نوز أبلون بوز أبلي إيلز أبل وإلز أبل. هاي هي لفظها. هذا أحد الأفعال نسميها أفعال شخصية، بس هون إيش بدناش ناخذه كشخصي حاليا، بدنا ناخذه كمفرد لحاله يكون معناه ينادي. فإيش من الأفعال المجموعة الأولى بتنتهي بـ OR، لكن إيش شاذة مع نو مع بو الدبلو إل دبل إل تصير إل وحدة مع نو مع بو، تمام؟ غير هيك نفس التصريف نفس النهايات اللي أخذناهم تعين المجموعة الأولى قبل. هاي هون عندنا فعل أبلي. هلا هون انتوا بتحفظوا، اذا اجى مره معنا فعل ثاني حكيت لكم تصريفه زي قبل بتعرفوا انه الشاذ فيه فقط مع نو مع فو تصير ال وحده بدال التين، بس اللفظ ما بتغير نفس اللفظ. هلا هاي احد الطرق زي ما حكينا السؤال. خليني اعمل شير للسكرين. ممكن ما بدري، ممكن كونكشن انترنت عندي. anyway هلا بعمل اوكي. هلا اوكي. هلا عندنا زي ما حكيت لكم كومون فوز ابلي فو اللي هي ما اسمه. كومون فوز ابلي فو ما اسمك، عندنا هون نعمل ليزون. الجواب بيكون جو مابيل، الجواب جو مابيل، تمام؟ هلا باستثناء الام الام او اللي صارت عندنا هون، الام هاي اللي هي المفعول به، يعني انا بنادي نفسي او انا بدعي نفسي كذا، هذا معناه ايش؟ اسمي. هذا الجواب على السؤال. يوم حدا يسالك كومون فوز ابلي فو، شو اسمك؟ هلا ايش الجواب بده يكون جو مابيل، يعني الفو هون تحولت م انه انا بنادي نفسي، تحط الاسم جو مابيل مثلا مايك، تمام؟ هلا اذا حذفنا الام او بده يصير تصريف عادي زي ما حكينا ابل. طريقه اخرى للسؤال عن الاسم، هاي اكثر طريقه شائعه الاغلب بيستخدمها، لكن هذا لا يعني عدم وجود طرق اخرى. الطريقه الثانيه بنقدر نسال كيلي votre أو ton nom، يعني ما اسمك. هاي معناها بالعربي ما اسمك بالضبط، زي ما كان الأولى معناها كيف بتنادي نفسك بس تترجم معناها ما اسمك. هون quel quel est votre أو ton nom، شو هو اسمك. حكينا هون votre تستخدم في حالة الشخص ما بتعرفوش من باب الاحترام، تستخدم معه vous. وton تستخدمها بحالة الشخص اللي هو يعني لك عليه، أو مثلا يكون أصغر منك بالسن، طفل كذا، يعني إيش؟ أصدقاء بين بعض، ما فيش كلفة زي ما نحكي بيناتهم. quel est votre nom؟ شو اسمك بصير معناها. mon nom، الجواب بيكون mon nom، اسمي. إيش؟ إيه اللي هو فعل être. mon nom، اسمي يكون، يعني اسمي يكون. بتحط ايش اسمك مثلا مايك او كارولين، بتحط الاسم تاعك. المون هون
والفوتر هون والتون هون اللي هم هذو أدوات الملكية، هناخذهم إن شاء الله قريبا جدا. أدوات الملكية. هسا عندنا طريقتين للسؤال عن الاسم بعيدهم. Comment vous appelez-vous؟ Comment vous appelez-vous؟ شو اسمك؟ أو بالحرف حرفي كيف تدعينك؟ كيف تنادي نفسك؟ جوابها Je m'appelle. Je m'appelle. تحط الاسم. الطريقة الثانية Quel est votre nom؟ أو Quel est ton nom؟ Quel est votre nom؟ أو Quel est ton nom؟ شو اسمك؟ ما اسمك؟ والجواب يكون Mon nom. اسمي إيه؟ كذا كذا تحكي اسمك. Mon nom est كذا كذا. هلا بتعرفوا شغلة باللغة الفرنسية يوم نستخدم كلمة نون، يعني هون هلا بالسؤال ما اسمك بشكل عام، لكن إذا بالفرنسي بدنا كان عندك ابلكيشن بدك تعبيه، طلب بدك تعبيه شيء، تكتب اسمك. النون بالفرنسي اللي هو اللاست نيم، اللي هو اسم العائلة أو الاسم الأخير، تمام؟ النون بالفرنسي اللي هو اللاست نيم أو اسم العائلة أو الاسم الأخير. الاسم الأول بسموه برينو، بسموه خينو، يعني خي يعني قبل، نو الاسم يعني ما قبل الاسم اللي هو اسم العائلة، لأنه مثلا اللغة الفرنسية مصدرها فرنسا، وفرنسا وأوروبا بشكل عام يوم تنادوا شخص بينادوا باسم العائلة، ما بينادوش باسم الشخصي الاسم الأول غير إذا كان بيعرفوا بعض. أما مثلا إذا رحت على تعمل أوراق رسمية أو كذا دائما يتنادى باسم العائلة، فعشان هيك بتنادي باسم العائلة، عشان هيك الاسم النو هو الاسم الدارج أكثر استخدام اسم العائلة أكثر من الاسم الأول، تمام؟ فبستخدموا نو بمعنى اسم العائلة واللاست نيم، والبرينو اللي هو الاسم الأول. إذا بدك تسأل شخص عن عمره مثلا، كيل آج أفيفو؟ كيل آج أفيفو؟ كيل آج أفيفو؟ يعني أي العمر تملك، بمعنى أي العمر تملك من الترجمة حرفية. Quel âge avez-vous؟ كم عمر سمعناها. هون بالفرنسي نستخدم فعل avoir اللي هو فعل يملك، اللي هو verb to have بالإنجليزي أخذناه بالبداية، نستخدم فعل avoir مع العمر، يعني كم عندك من العمر بصير معناها، ما بنستخدم فعل être زي الإنجليزي، تمام؟ ما بنستخدم فعل verb to be، بنستخدم verb to have، استخدم فعل avoir مع العمر. فهم تقدر تسأل Quel âge avez-vous؟ يعني كم لديك من العمر؟ كم عمرك؟ أو إذا كان مثلا شخص حكينا ما فيش كلفة بيناتنا، صديق مثلا أو صديقة أو طفل أو كذا، نقدر نحكي له Quel âge as-tu؟ Quel âge as-tu؟ وإذا متذكرين حكينا أنه هون عكسنا الفعل الـ vous والـ avez هون، avez-vous عكسناهم، وكمان آتي عكسناهم أساس لأنه سؤال، حالة السؤال منعكس زي إيش؟ زي الإنجليزي طبعا موجود. الجواب بيكون جي، أنا أملك. بتقدر إيش تحط العمر اللي عندك، أنا أملك كذا كذا من السنين، جي مثلا كذا 20 20 سنة مثلا. Quel âge avez-vous أو Quel âge as-tu؟ هاي لفظة. هون الأل تلفظ Quel âge. Quel est votre nom? Quel âge avez-vous? Quel âge as-tu? الـ تاعت كل تلفظ. بتقول جي تذكر. هاي بالنسبة لك تسأل واحد عن عمره، وتسأل واحد إيش؟ طريقتين للسؤال عن الاسم وطريقة للسؤال عن العمر. طيب، ما إنه سألنا حكينا عن العمر، خلينا ناخذ إيش؟ الأرقام. ناخذ الأرقام من 0 ل 19، فانتبهوا كويس عشان اللفظ. يعني الأرقام سهل تلاقيهم لكن بدك تنتبه للفظهم. أول شيء عندنا زيرو، تمام؟ زيرو صفر، زيرو باللفظ نفس الإنجليش لكن في الأكسنت هاي، زيرو زيرو صفر. أن، تمام؟ أن اللي هو إذا متذكرين الأن تشبه إيش؟ أداة التعريف النكرة اللي مرت معنا للمذكر أن، نفس الشيء أن. فإذا حكيت أن ستيلو يجي معناه قلم أو قلم واحد، واحد قلم يعني. أن لفظ زيرو. أن اثنين لي دو، دو مش دو ولا دو، تختلف المعنى.
عندنا دو، يعني شوف لاحظ اللفظ دو معناها رقم اثنين، دو معناها إشي عذب كويس. مثلا نحكي عن شخص دو معناته عذب وكويس ولطيف، دو تيجي معناها الظهر، فبدك تنتبهوا على اللفظ تماما. دو دو يعني قريب بالعربي، للي بيعرف شوي بالعربي قريب ايش زي الضمة، اقوى من الضمة بشوي، دو مش دو دو. دو رقم اثنين، لانه زي ما حكيت لكم بيختلف المعنى تماما حسب اللفظ. دو الاكس هون اللي هو الاكس ما بنلفظ الا اذا جه بعديه حرف عل، حنشوف ايش بصير زد، زي ما هو زي ايش بنعمل معامله الاس، حيمر معنا امثل ان شاء الله. تخوا تخوا، حرف الاغ بالفرنسي احيانا يلفظ اخ واحيانا يلفظ اغ، ما في قاعده ثابته حسب ما ايش تم التدرج عليه والتعاهد، فبصير زي ما عند ناس تعودت تلفظه، فبنلفظ احيانا اغ واحيانا ايش اخ. مثلا زي قلنا فعل اتخ، اتخ لو فيرب تو بي اتخ، لفظناه اخ زي الاخ بالعربي. لكن ايش خي نو نفس الشيء اخ مثلا، تمام. احيانا بنلفظ ايش باري اللي هي باريس مثلا، باري هون لفظناه اخ، تمام. احيانا بنلفظ اخ واحيانا بنلفظ اخ. فحكينا تخوا ان، نعيد زيرو ان دو تخوا. اذا متذكرين الاو والاي مع بعض بنلفظوا ا، و و تخوا الاس سايلنت، تخوا اللي هو ثلاث، تخوا كاتخ كاتخ. اوكي مثلا ممكن تسمعها اذا كان عندك مثلا جيران او كذا فرنسيين، كات بالفضوع على السريع كات، اوكي بس هي ايش اختصارا بس، لكن هي كاتخ، هي كاتخ كاتخ. اذا ملاحظين بلفظ كاتخ الاو بعد الكيو ما لفظة كاتخ، فعندنا هون عندنا انه ايش الاو دائما بعد الكيو لا تلفظ، فصار عندنا كاتر لا تلفظ دائما، الاو بعد الكيو لا تلفظ، كاتر اربعة. سانك سانك اللي هو ايش خمسة، سانك الكيو بالاخير بتنلفظ سانك. سيس، في ناس تلفظها سي في ناس تلفظها سيس، سيس احيانا بعض الناس بتلفظها سي لكن الافضل تلفظ سيس. هون الاكس انلفظت اس، سيس سيس اللي هو ستة، سيس. رقم سبعة ست، البي غير ملفوظة ست، عندي البي غير ملفوظة، البي غير ملفوظة لكن بالمقابل لفظت الحرف الأخير اللي هو التي، فصارت عندي ست ست اللي هو رقم سبعة. عندي ويت رقم ثمانية، تي ملفوظة ويت ويت، لكن الأش بالبداية غير ملفوظ لكن وي، حكينا الاو واليو مع بعض دائما، الاو والاي اللي هو اليو والاي يعني بالإنجليزي دائما بنلفظوا وي وي، الاتش لا تلفظ فصارت ويت، لفظة التي فصارت ويت. رقم ثمانية نوف، نوف اللي هو رقم تسعة، نوف نوف رقم تسعة، لفظنا الاف نوف نوف نوف. نفس الشيء هون عندنا ديس، في ناس تلفظها دي في ناس تلفظها ديس، الاغلب بلفظها ديس باللفظ ايش زي سيس، نفس رقم ستة ديس، رقم 10 أو رقم 10 باللفظ إيش أس، الإكس بالنهاية باللفظ أس. رقم 11 أونز أونز أونز. دوز 12 دوز، زي ما كده نقول أو والإي مع بعض
باللفظ U دوز دوز مش دوز 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 بس معناها إشي ثاني تمام التخيز 13 تخيز 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 تمام تخيز مش تخايز تخيز لأنه حكينا إحنا قبل الإي والأ والإي مع بعض لفظ إي صارت عندنا تخيز كتورز كتورز 14 كتورز 14 كتورز كانز كانز 15 كانز شايفين كيف لفظة كانز 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 الاو حكينا الاو لا تلفظ بعد ليش زي ايه زي كاتر كانز الاو لا تلفظ وعندي الاي والان ما فيش بعدهم حرف علف تلفظ اه مش اي سيب كانز 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 رقم 16 سيز رقم 16 سيز رقم 17 دي ست دي ست الأرقام بالفرنسي بس نقدم فيهم فوق العشرين والثلاثين فوق الستين والسبعين هي حسابية رياضيات يعني بدك تكون شاطر بالرياضيات عشان تعرف تحكي الأرقام بالفرنسي هلا هون كيف دي ست يعني عندي دي اللي ديس العشرة وعندي ست سبعة فصار دي ست يعني سبعة عشر مختلفة يعني عند الدي ست اختلفت أو شي كان كل واحد لها اسمها الخاص كانز مثلا 15 سيز 16 بعدين لا هون بلشت ايش دي 6 يعني 9 سوري 10 و7 و7 صارت 17 دي ويت يعني هون دي 6 ما بتلفظ دي 6 دي 6 للاسف الاكس لا تلفظ لكن بحاله 18 دي ويت بتلفظ ايش زد لان بتصير ايش زي ما حكينا دائما اذا اجى اس او زد وبعديه حرف علف بتلفظ ايش زد سوري اس او اكس تصير ديز ويت ديز ويت اللي هو رقم 18 ديز ويت يعني 10 و8 19 دي نوف دي نوف اللي هو 19 اللي 10 وايش و9 هاي هون الارقام ل 19 كل مره بناخذ مجموعه منهم عشان ايش عشان انه اللفظ مهم جدا لفظهم زي ما حكيت لكم بتغير المعنى اذا تغير اللفظ اعيد لكم اياهم مره اخرى ثانيه عشان اللفظ زيرو un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, ah vous avez marqué le carré tout le fond dix, dix, onze, douze 13 14 15 16 17 18 19 19 19 هاي ايش الارقام تقدر تعيدوا المان الفيديو حيكون نازل سواء على صفحات كنار تي في على اليوتيوب او على الفيسبوك فعشان هيك تقدر تعيدوهم ايش عشان اللفظ زي ما حكيت لكم كل لفظ هم مهم لان ارد اعطيكم مثال اخر مثلا زي ما حكيت لكم اذا لفظنا رقم 8 مثلا اذا قلنا وي بدل ويت ما لفظناش التي بصير معناها وي معناته نعم او اجل مثلا زي ما حكيت لكم دو اذا لفظناها مثلا بدل دو دو بصير معناها ظهر اذا لفظناها دو بصير معناها الانسان اللطيف او الناعم الاشي الناعم الاشي اللطيف سواء كان انسان او اشي تنتبهوا ايش لللفظ هاي هون الارقام من 0 ل 19 زي ما حكيت لكم كل مره بناخذ مجموعه عشان ما يصير تراكم عليكم بالارقام عشان خاصه عشان لفظهم وايش والافضل كتابتهم كمان تتعلموها اوكي هلا بدنا ناخذ الشغله الثانيه سريعه
اللي هي أيام الأسبوع قبل ما إيش نخلص الحلقة بتاعت اليوم. أيام الأسبوع les jours de la semaine. Les jours de la semaine. أيام إيش الأسبوع. ليه نعرفها، أخذناها أداة تعريف جمع. Les jours. Jours أيام. محأس إذا شلنا الأس بصير جور يوم، وجور إيش مذكر. احفظها جور مذكر، منقول أن جور. Jour, un jour ou le jour. Jour, مذكر. Les jours de la semaine. أيام الأسبوع. Semaine, اللي هي أسبوع. Semaine. شو في قبليها؟ في قبليها لا. دلالة على إيش؟ إنها مؤنث. Semaine مثلا هيك. أنت ما بتحفظ semaine معناها أسبوع، بتحفظ لا semaine أو une semaine معناها إيش؟ أسبوع. لازم تحفظها مع ذات التعريف عشان تقدر تعرفها مذكر أو مؤنث، تقدر تعرف شو الأدوات اللي هستخدمها معها، أدوات المذكر أو مؤنث. شغلة ثانية، لأنه الصفات كمان بدك تحط لها صفات بالفرنسي، الصفة بتختلف كمان، صفة المذكر بتختلف، يعني تتطابق الصفة مع المذكر والمؤنث، الكلمة بتتحول. زي اللغة العربية بنقول مثلا فتى جميل وفتاة جميلة، تطابق الصفة تاع جميل وجميلة موجودة بالفرنسي زي اللغة العربية، الإنجليزي مش موجودة للأسف فيه، أو أفضل يعني يكون أريح. هلا أيام الأسبوع les jours de la semaine. Les jours de la semaine. عندنا lundi. Lundi اللي هو الاثنين. Lundi. لفظها lundi. Mardi. Mardi. Mercredi. الأربعاء. Mercredi. 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 Jeudi. Jeudi. الخميس. Jeudi. Vendredi. الجمعة. Vendredi. الجمعة. Vendredi. Samedi. Sept. Samedi. Sept. Samedi. Dimanche. Dimanche اللي هو يوم الأحد. Dimanche. هلا أصلهم طبعا من اللغات اللاتينية القديمة، اللغة اللاتينية واليونانية القديمة. في شغلة بالأيام طبعا ما تعين بدرسوا تاريخ اللغة ما لقاش تفسير كثير منطقي، لأنه إيش عندك الأيام مكون مثلاً لن والدي بالأخير، لن دي بالأخير، ما دي الدي كلها موجودة بالأخير باستثناء يوم الأحد، الدي كانت بالبداية. دي مانش يعني ما فيش تفسير معتمد 100% من علماء اللغة وعلماء تاريخ اللغة بالأحرى، هي أصول لغة مش أكثر. بعيد لكم إياهم. لي جور دو لا سيمين أيام الأسبوع. لندي اللي هو الاثنين، لندي. ماردي الثلاثاء، ماردي. ميركودي الأربعاء، ميركودي. ميركودي. ميركودي الأربعاء. جودي الخميس، جودي. فوندردي الجمعة، فوندردي. سامدي السبت، سامدي. وديمانش اللي هو يوم الأحد، ديمانش. إكزامبل، مجرد أمثلة لاستخدامهم. هلا في شغل الأيام كلهم مذكر، يعني حطوا مثلا تحكي لندي تحكي لو لندي مذكر، لو ماردي، لو ميركودي، كلهم مذكر. مذكر مفرد طبعا أكيد، مذكر. الأيام الأسبوع مذكر، يعني كلمة يوم مذكر والأيام نفسه مذكر. هلا حطيت لكم مثال أنا عشان إيش تشوفوها. aujourd'hui عندنا هون مثال aujourd'hui اللي هو اليوم، today. aujourd'hui today اليوم. on est mardi اليوم احنا ايش؟ mardi. mardi الثلاثاء. اليوم احنا يعني اليوم on est نحن نكون ايش؟ ثلاثاء. احنا يوم الثلاثاء عندنا اليوم mardi. aujourd'hui on est mardi نحن ايش؟ يوم الثلاثاء. J'arrive. J'arrive معناها الفعل arriver. Arriver معناها to arrive. يوصل. تمام؟ To arrive يوصل. هلا الفعل هذا ليش بنتهي؟ بـ-er. مع انه بنتهي بـ-er معناته هذا الفعل منتظم، مجموعة أولى. مجموعة أولى. عشان هيك مش هعطيكم تصريفه، لأنه ايش؟ أخذنا تصريف المجموعة الأولى وبنعرف كيف تصريفها. نفس المبدأ. أغيبه مش شاذ ولا في إشي شاذ،
ما هو تصرف زي المجموعة الأولى زي أيمي أخذناها أو أي فعل ثاني. معناته يوصل جغيب جودي، راح أوصل متى؟ بوصل الخميس. جغيب جودي جو تخافاي، تخافاي اللي هو فعل يعمل، لو نفس الشيء منتظم أو إيغ من المجموعة الأولى منتظم تخافاي، تخافاي معناته إيش؟ يعمل، فعل منتظم. جو تخافاي لو لندي، بشتغل متى أو بعمل لو لندي الاثنين، حطيت لكم أداة تعريف عشان تعرف إنه مذكر. لو لندي جو تخافاي لو لندي، يعني أنا بشتغل يوم الاثنين. هون زي ما حكيت لكم فعل منتظم أغيفي يصل، يصل تو أرايف، تخافاي تخافاي تو وورك، تخافاي. شايفين عندنا هون عندي الإي والدبل إل، كلها لفظة إي زي الإي المشددة، ما لفظة الإل، ما قلتش تخافالي، انتبهوا ما مش تخافالي، تخافاي زي يعني كأنها في دبل آي مشددة، تخافاي اللي هو هذول فعلين منتظمات، عشان هيك تصريفهم تصريف المجموعة الأولى، وأخذناهم أخذنا عليهم أكثر من مثال. جو تخافاي لو لندي، بعمل يوم إيش؟ الاثنين. وآخر مثال La fin de semaine. Fin اللي هي إيش؟ النهاية. La fin de semaine اللي هو الويكند يعني نهاية الأسبوع. قبل fin شوفي عندي لا، معناته كلمة fin إيش؟ مؤنث. نحفظها la fin أو une fin. une fin. زي ما حكينا متذكرين لفظ fin. fin زي النزال اللي حكينا بطلع من أنف من فوق. La fin de semaine. نهاية إيش؟ الأسبوع اللي هو the weekend يعني. Et samedi et dimanche. متى؟ samedi السبت et dimanche الأحد. الـ A هون اللي معناها and، تمام؟ تنلفظ A. A معناها and. هي E T تنلفظ A. T ما بتنلفظ، بس تنلفظ مع بعض A. A معناها and. يعني عندي الـ the weekend اللي هو لفان دو سمين نهاية الأسبوع. Et samedi et dimanche. اللي ساتردي اند ساندي. هاي بالنسبه ايش؟ لايام الاسبوع. بنخلص فيهم هون لانه اخذنا الارقام وايام الاسبوع ففي لفظ كثير، فعشان هيك بننتهي اليوم هون مع ايام الاسبوع. وحاولوا ارجعوا اسمعوهم مره ثانيه الارقام وايام الاسبوع كذا عشان اللفظ. وزي ما حكيت لكم هاي الافعال زي صارت تمر علينا، اذا ما كانت منتظمه ما راح اعطيكم تصريفها، لان بتعرفوا صرتوا تعرفوا كيف تصريفها. والجديد بيقدر يرجع للحلقات اللي قبل، بيقدر يشوف الحلقه اللي قبل هاي الثلاثاء الماضي واللي قبله كيف اخذنا عن تصريف الافعال المنتظمه بتنتهي ب او اي. وبتمنى لكم ان شاء الله سهره رائعه. عندنا هون اللي بتابعنا من شرق كندا الساعه لسه 5:30 عندنا. بتمنى لكم سهره رائعه ان شاء الله. نحكي بالفرنسي بون سواري، تمام؟ بون سواري أخذناها كمان، بون سواري اللي هي سهرة ممتعة. ومنشوفكم إن شاء الله الثلاثاء القادم نفس الموعد 5 توقيت شرق كندا، 12 اللي بتابعنا مثلا من الأردن أو من دول محيطة بالشرق الأوسط. وتنسوش تظلكم تراجعوا طبعا، حاولوا دائما يدعموا قناة كنار تي في وبلايكات وباشتراكات ودعوا أصدقائكم عليها. وفي أمان الله وفي حفظ الله. بون سواري.